دكتور خالد أشكرك على هذه الفرصة. خلي أبدي من قصة شخصية. أنا من أتجول بين أربيل وبغداد بالسيطرات اللي الطريق يعني هو بقلب بغداد أشوف مكتوب الجيش سور الوطن. صراحة الطريق بين بغداد وأربيل مو سور الوطن. سؤال عام، متى يتحول الجيش العراقي إلى سور الوطن كموقع؟ قصدي يعني البرنامج الحكومي إحدى نقاطه هو تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى القوات الداخلية وليس الجيش. كاكا، أولا شكرا لك على الاستضافة، وشكرا إلى كل العاملين في قناتكم ومشاهديكم الكرام. أنا قبل قليل تحدثنا في الجلسة اللي تتعلق بالمحور الأمني أن كل ما مر بينا بالعراق من بعد عام 2003 هي كانت كلها ظروف استثنائية. ظروف احتلال البلد كان ظرف استثنائي، سواء تحرير أو احتلال، وإن اختلف التسمية ولكن نتبع التسميات الرسمية وفي قرارات مجلس الأمن الدولي واحتلال العراق. كل الحروب والمواجهات اللي واجهها العراق من بعد 2003 كلها استثنائية غير مسبوقة، لم نمر عليها تمر علينا بالماضي. ما كانت تمر بالعراق 14 سيارة مفخخة، ما تمر مقاتلين أجانب من 90-80 دولة يجون جهاديين وما إلى ذلك. هذه كلها أشياء استثنائية. اللي تتفضل بها حضرتك صحيح، الجيش مو قوة إنفاذ قانون. الجيش هو عادة عقيدة العسكري هو مهيئ لقتال الأجنبي، لقتال المعتدي، بينما قوات الشرطة هي قوات مهيئة للتعامل مع المواطن. العقيدة والمبدأ وطريقة العمل والتعاطي وإعداد الرجل مختلف تماما. الظروف الاستثنائية جبرت أن تدخل الجيوش بالمدن، وهذا في تقديري كل ما نستطيع أن نعزز من قدراتنا الأمنية ونعتمد على أن ننفض هذا الاشتباك. هذا جزء من الإصلاح السياسي، جزء من الإصلاح الأمني السياسي، جزء من الإصلاح الأمني هو أن ترجع المؤسسات أن تمارس دورها الحقيقي، أن تكون هنالك قوات الأمن الداخلي هي مسؤولة عن الأمن الداخلي، والجيش هو فعلا سور الوطن، وإن شاء الله يعود. الحكومة العراقية بدأت الآن التجربة في 5 محافظات عراقية، انتقال كامل للسلطة الأمنية من المؤسسات الجيش إلى قوات وزارة الداخلية، والجيش يكون على الحدود. ربما متابعين نعم مهتمين جدا في ملف الأمن بكركوك، متى سيتم تنفيذ هذا الأمر في كركوك؟ شوف، أنا بتقديري حتى نكون صريحين، أنا قبل قليل أيضا تحدثنا بالسيشن وأنا رجل واقعي جدا ولا أتهرب من مشكلة، ولكن عندما تريد تبدأ مشوار ونتحدث عن إصلاح، ومفهوم الإصلاح مفهوم كبير جدا، أنا في تقديري حتى البروسيس يصير بالشيء الطبيعي والمقبول، وحتى تحقق أهداف وليس كلام، ابدي بالأشياء السهلة. خلينا نبدي بالأشياء السهلة، والأشياء المعقدة كل ما تنبني الثقة ويكون حل المشاكل المؤجلة والمعقدة أسهل. اليوم الثقة اللي تنبني بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية الاتحادية، أنا لست لأنه جزء من الحكومة، أعتقد هو مثالي ومن الأفضل ما شاهدنا من عام 2003. إن شاء الله إذا دامت هذه الثقة، والثقة عادة تحتاج وقت عملية بناء الثقة، عندما تكون هنالك عملية بناء ثقة حقيقية وتتعزز هذه الثقة، هذه المشاكل تكون يعني حلها مو صعب. أنت أشرت إلى أن كل شيء بالعراق سياسي، يحتاج إلى إرادة سياسية، أكيد. لكن هل الإرادة السياسية موجودة حالياً؟ أنا في تقديري موجودة من كل الجهات، ليس فقط من شخص رئيس الوزراء. أنا في تقديري موجودة. بالنسبة للشخص رئيس الوزراء، هو جاء بتفويض من قوى الإطار ومن قوى ائتلاف الدولة، وائتلاف الدولة الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني جزء من ائتلاف الدولة، وكتبت وثيقة في هذا التحالف. الحكومة ملزمة بها، هو عقد والتزامات متبادلة بين الحكومة وبين القوى السياسية. أنا من وجهة نظر الشخصية وما أرى
اليوم لليوم السيد رئيس الوزراء هو متمسك بتطبيق هذا الاتفاق. درجة التنسيق الحالية بين مؤسسات الأمنية والعسكرية بين إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية في بغداد كيف تقيم؟ أنا أترأس لجنة للإصلاح الأمني ولجنة مشكلة بأمر ديواني للإصلاح القطاع الأمني بالعراق لأول مرة. هاي اللجنة موجودة من عام 2015 مشكلة وتناوب أخوة قبلنا على رئاستها. أول مرة يحضر رئيس أركان قوات البيشمركة في إقليم كردستان، الاجتماع الثالث على التوالي يحضر معنا في هذه اللجنة. وأيضا أنا موجود في مجلس وكلاء الأمن الوطني ويحضر أيضا ممثل إقليم كردستان من القوات البيشمركة أيضا يكون موجود معنا ومشاركته فاعلة وفاعلة جدا. هذا اللي تحدثت قبل قليل عندما تنبني الثقة بين الأطراف السياسية ويكون هنالك مقدار جيد من الثقة، هذه الممارسات تعزز الثقة مما يجعل المشاكل الصعبة قابلة للحل. موضوع تقسيم ساحات العمل الاستخباري يشمل المؤسسات الاستخبارية الموجودة في إقليم كردستان؟ لا، أنا ما عندي فكرة بصراحة. في وقت لما ناقشنا بالمؤسسات الفيدرالية بقوانينها، والقوات البيشمركة هي جزء من منظومة القوات الأمنية العراقية بالنتيجة، ولكن تخضع لاستثناءات معينة في عملية القيادة والسيطرة. سنجار موضوع معقد جدا جدا سياسيا وأعتقد عسكريا جدا. هل كل القوات الموجودة في سنجار نظامية؟ يعني ما أقدر أجاوب بصراحة لأنه أنا ما داخل في هذا الملف بتفاصيله، ولكن أنا أتفق معك وملف حساس جدا يحتاج أجواء أفضل للحل، يحتاج أن نطلع على وين الخلل في التجارب الماضية وليش ما صار الحل. لازم ننطلق من هنا، يعني في تقديري الشخصي أنه لازم ننطلق وين فشلنا ونحدد مكامن الفشل حتى نقدر نعالجها. وأرجع للأجواء اللي موجودة حاليا ومقدار الثقة الموجودة بين الإقليم والمركز، إذا نشخص صحيح نقدر ننطلق صحيح. هل تعتقد أن الحل بسيط في سنجار؟ والله شوف، والتأجيل يعني والله أعتقد شوف. التأجيل ده يعقد الحل. مهما تكون المشاكل صعبة، تأجيلها يخليها تكون حلها أصعب أكثر. مواجهتها بشجاعة يعني توضع أساس حقيقي للحلول، يعني خط شروع للحلول بأجواء ثقة بتحديد المصالح بتحديد الأهداف، ما في شيء صعب على الحل. بين العقلاء المفروض الأشياء الصعبة تكون سهل حلها. موضوع تسليم ملف الأمني في المحافظات إلى القوات الأمنية وليس نعم. العسكرية نعم. لأتحدث بصراحة، في الموصل والأنبار أيضا هناك حساسية في بعض المناطق تجاه بعض الفصائل أو الجروبات من الحشد الشعبي. أكو حساسية وأكو متحسسين. أكو متحسسين لأغراض تعزز وجودهم، أو ربما هذه المشاكل هو وجودهم يعزز بوجود المشاكل. صدقني هذه الحكومة ما أسمع وما أشوفها حقيقة ما عندها خطوط حمراء، مصممة فعلا في معالجة أخطاء موروثة وقسم منها مكتسبة بصراحة. أنا أستطيع أن أجزم، أنا طلعت على هذا الملف مرة أو مرتين، والناس اللي ماسكين هذا الملف خصوصا في المدينتين اللي ذكرتهم أنا أثق بهم جدا وأثق بقدرتهم على أن يستطيعون أن ينجزون هذا الملف بعيدا أي حسابات سياسية. الموصوف بالقنبلة الموقوتة مخيم هول، أنا قلت لازلت أنا شخصيا سمعتك خالد قلت أنه أنا أعتقد لا تزال لم تتوفر الإرادة السياسية الدولية لمعالجة هذا الملف. والداخلية؟ الداخلية بالعراق؟ الدولية أهم من الداخلية. الدولية أهم بالداخل العراق ينجز ما عليه وإن كان محدود جدا، ولكن الملف دولي أكثر مما هو مخيم الهول في مناطق مخاضعة للسيطرة الدولة مجاورة، في جزء سياسي معين مسيطر عليها،
متعدد الجنسيات، جنسيات لا تعد ولا تحصى، ناس مجهولين الهوية يدعون وفق ما يشتهون من هويات. أنا أعتقد يحتاج يعني تكاتف دولي وجدية من المجتمع الدولي، وفي تقديري لم تتوفر الإرادة السياسية بعد في هذا الملف. دكتور خالد أشكرك. أنا أشكرك، شكرا جزيلا. أنا أشكرك.